ازاي نحول لوك نهاري للوك ينفع مناسبة بعد الظهر؟ اول حاجة اخدت الفرشة الايلاينر دي من بيوتي دولز الجديدة، رسمت بيها الايلاينر البوزة والوينج. بعد كده ركبت الرموش بنركبها من النص وبعدين الاطراف. بعد كده لبست العدسات، الصبح ما كنتش لابسة عدسات. غيرت لون الحمرة أو لون الروج، زبطت البلاشر، زودت كونتور باودر كمان، غيرت لون الهايلايتر خليتها درجة أقوى شوية، تنفع لبعد الظهر. حطيت من نفس الهايلايتر تحت مدمع العين، عند مدمع العين بمعنى أصح، علشان اللوك ينفع مناسبة سهرة خروجة. يا رب الفيديو يكون عجبكم.